قبل ما نطلع لفاصل تعالوا نروح لعالم الفن ومن المسلسلات الممتعة الحقيقة التي تعرض على شاشة القناة الشقيقة سي بي سي، مسلسل في كل أسبوع حكاية، وده في إطاره مجموعة من الحكايات الاجتماعية. ومن الحكايات الحقيقة اللي كان ليها صدى كبير جدا رغم أنها حكاية قوامها 5 حلقات إنما كانت ترندنج، الناس تفاعلت معها بشكل كبير جدا، هي حكاية رولات لأبطالها النجوم نضال الشافعي ونجلاء بدر. الحكاية كانت بتناقش مشاكل الطلاق والعلاقات الزوجية من خلال قصة مخرج السينما محمود الوكيل اللي بيقوم بدوره نضال الشافعي، والممثلة شيرين زاهر اللي بتقوم بدورها الممثلة نجلاء بدر اللي موجودة معانا على الهاتف. يا نجلاء مساء الخير. ازيك يا رامي، اخبارك ايه؟ الحمد ازيك، انت لله عامل ايه؟ الحمد لله طبعا كله انا بحس تمام. ان انت وش السعادة عليا، كل ما الله حاجة يخليك يا رب. تنجح بتكون انت دايما اول ما بيقولوا لي هنعمل مداخلة مع رامي بعرف ان انا نجحت على خلاص. راسي على راسي. لا العفو، ربنا يخليك يا رب. يعني النجاح كان واضح من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي، كنت متوقعة الحمد رد لله. الفعل ده؟ ما حدش بيشتغل في مهنتنا، حتى لو اعلامي، مذيع، رسام، مطرب، بيتوقع النجاح. احنا بنشتغل وبنعمل اللي علينا وبنتمنى ان احنا نعمل احسن حاجة، ولما بنلاقي احسن حاجة بنتمسك بيها فعلا، ولما بتبقى متوفر لها كل سبل النجاح من اخراج، مدير تصوير، جهة انتاجية، ممثلين، فبيبقى عندنا طاقة حلوة قوي طب ايه اللي وبنتمنى شدك، في ايه اللي الاخر شدك في نجاح. الحكايه دي تحديدا؟ فكرتني بفيلم حفية على جسر الذهب، وهي علاقة الممثلة بالمخرج، ويمكن هي مش دي برضو القضية، هي إنسانيات الفنان. يعني دايما نعم بنشوف إن تصوير الفنان في الدراما جايبينه إن هو بقى بيحب يلبس ويخرج، وحياته شوية فيها نوع من البذخ وال مش عايزة أقول التفاهة يعني، بس هي ده للأسف اللي حاصل يعني. حياة مرفهة يعني. لكن الورق عجبني لأنه حول الواقع أو نقل الواقع إن الممثل إنسان بيحب وبيكره وبيزعل وبيتجرح وبيتألم وبيتحط في مواقف صعبة، وظروف ومعيشة الفنان الطبيعية اللي هو دايما بيحاول يحافظ على البقاء، وبيحاول ان هو يلاقي شغل كويس، وبيحاول ان هو يلاقي رزق، لان احنا شغلانتنا بنقول عليها ما هياش وظيفة بناخد مرتب كل شهر، نعم احنا شغلانتنا بنشتغل بناخد فلوس، ما فيش شغلنا بناخدش فلوس، ففي ناس ممكن تقعد بالسنين ما بتشتغل. طب فدي نقلت ده. هل كان صعب ولا يعني أصعب ولا أسهل بالنسبة لك فكرة إنك تقومي بدور ممثلة؟ ما هو انا والله يا رامي لما مسكت الورقه اصريت ان انا مش هعمله من بشكل الممثله، انا هعمله بشكلنا الطبيعي. ما هو برضو الناس واخده بالها ان احنا هنعمل ممثله ازاي، ما نعملها زي ما عايشين بطبيعتنا. عشان كده تعمدت ان انا اظهر زي ما كنت بظهر في بيتي من غير مكياج، مش عامله شعري، ما هو ده طبيعه الفنان، هو مش صح معقول 24 ساعه حاطط بالميك اب مكياج وكده. ولابس وعامل فانا نقلت الواقع. على فكره انا تجردت من اني افكر، يعني يمكن قريت تعليق ان حد كاتب ان انا حضرت كويس قوي للشخصيه، صدقني الشخصيه دي اكتر شخصيه سبت نفسي ليه؟ عشتي لانها طبيعتها. ايوه، لان طبيعتها هي طبيعتنا، فبقت طبيعيه قوي لدرجه انها كانت محسوسه قوي، صحيح وده يمكن صدقها هو ده اللي وصل للجمهور فعلا، ده اللي مظبوط انا حسيته يعني. مظبوط. مرة تانية ألف ألف مبروك. وسؤالي الأخير، إيه أخبار الأعمال القادمة وإحنا خلاص بنقرب بقى من موسم رمضان وكده؟ طبعا الخبر السعيد بالنسبه لي هو مسلسل سر الباتا او سر السلطان للمخرج خالد يوسف، اللي هو هيتعرض ان شاء الله، وده عمل متوفر له كل امكانيات النجاح، وبتمنى يا رب ليه النجاح، ده يهمني جدا. إن شاء الله ومشاركة برضو مع الزملاء في مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني إن شاء الله. كويس، كل التوفيق ليكي وإن شاء الله النجاحات القادمة برضو تنورينا فيها في مساء دي ام سي. لازم، ده لازم يحصل يا رب. إن شاء الله. أشكرك شكرا جزيلا. ودايما ذكرى سعيدة للفنان سمير غانم، بس قلت فرصة ان انا اقول لك الكلام ده. أشكرك شكرا جزيلا الفنانة نجلاء بدر، أشكرك شكرا جزيلا. طبعا هي الذكرى اللي بتشير إليها بحكم أنه يعني عيد ميلاده بنشهده هذه الأيام، ومش هو بس الحقيقة، وأيضا حماتي رحمة الله عليها دلال عبد العزيز النهاردة عيد ميلادها، فيا رب يكونوا بيحتفلوا بيه مع بعض في الجنة بإذن الله.